دمشق مازن الشامي مراسل شبكة الشام الإخبارية. مازن السلام عليكم. يعني اليوم دمشق تشهد قصف واشتباكات في عدد من الأحياء، لا سيما الريف، أيضا هناك اشتباكات وقصف في السيدة زينب وزملكة وغيرها. هل لك أن تضعنا في آخر تطورات الساعة؟ نعم، السلام عليكم. يعني قصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة وخاصة طيران الميغ الذي شن غارتين جويتين اليوم على حي العسالي في الجنوب الدمشقي، واشتباكات تجري منذ الصباح وحتى اللحظة في منطقة بورسعيد في حي القدم، وذلك في محاولة من كتائب الأسد التسلل إلى المنطقة، وأيضا إطلاق نار من رشاشات الدوشكا المثبتة على أبراج القاعة في حي الميدان. وفجر اليوم اشتباكات من الجهة الغربية من حي برزة الدمشقي في محاولة من الأخير يعني اقتحام الحي تزامن مع قصف يستهدف بساتين الحي في الريف الدمشقي. قصف لعدة مدن وبلدات كزملكة والطيبة وببيلا مع تنفيذ أكثر من 5 غارات جوية أو العديد من الغارات منذ الصباح على المثلث الساخن على المتحلق الجنوبي الذي يجمع حي جوبر وزملكة وعربين على حدود حي القابون. وأيضا يعني أدى ذلك إلى سقوط طفل شهيد جراء القصف بالطيران. أيضا اشتباكات متقطعة في بلدتي الذيابية والبحدولية بتزامن مع قصف بقذائف الهاون يستهدف أطراف بلدة الذيابية، طبعا هذا في الغوطة الشرقية، بالإضافة لقصف بالمدفعية الثقيلة على المعظمية ودارية. ومركز القصف كان اليوم من جديدة صحنايا، ولليوم الثاني على التوالي تتعرض منطقة السيدة زينب لحملة شرسة جدا من كتائب الأسد واللواء أبو الفضل العباس، وتقصف منذ الصباح وحتى اللحظة المنطقة بكافة أنواع الأسلحة. أيضا اليوم تم إطلاق صاروخين سكود باتجاه الشمال السوري، وتعرضت بلدتي عسال الورد وحوش عرب لقصف مدفعي بالإضافة لاستهداف المنطقة براجمات الصواريخ، وأيضا قصف منطقة الدير سلمان في الغوطة الشرقية. يعني في هذه اللحظة منطقة الدير سلمان تقصف براجمات الصواريخ، واشتباكات أيضا على جبهة الأحمدية في منطقة المرج. نعم. طيب، أيضا هناك اشتباكات في حلب بحي الراشدين والإذاعة، ما آخر التطورات هناك؟ نعم، بالفعل اليوم منذ الصباح اشتباكات عنيفة في أحياء الراشدين والإذاعة بين الجيش الحر وكتائب الأسد، ومنذ قليل الجيش الحر استهدف بلدتي نبل والزهراء في الريف الحلبي بقذائف الهاون وأنباء عن سقوط إصابات من شبيحة النظام، وتم استهداف يعني المراكز التابعة لشبيحة الزهراء المتواجدين في المنطقة. طيب، أيضا هناك أيضا في درعا اشتباكات عند المشفى الوطني في درعا المحطة، لماذا الاشتباكات عند المشفى الوطني؟ هل يتخذ يعني النظام المشفى ربما يعني مركز عسكري أو قاعدة عسكرية؟ نعم، بالفعل هناك حواجز تابعة لكتائب الأسد وجيش الحر يعني يحاول تحرير هذه المناطق، ويوميا تحصل اشتباكات. يعني هذه الحواجز هي من أضخم الحواجز في مدينة درعا وخاصة في منطقة المحطة. أيضا في هذه اللحظة يعني في خبر عاجل من منطقة درعا الآن، قصف راجمات الصواريخ على مدينة أنخل وأنباء عن سقوط شهداء. يعني لدينا الآن أكثر من 7 جرحى، لكن الزملاء هناك قالوا لنا يعني من شدة القصف يتوقعون يعني سقوط شهداء في المنطقة. طيب، لو عدنا إلى حمص مازن، قبل أيام يعني أطلق نداء أو تحذيرات الحقيقة من يعني وقوع كارثة إنسانية في العاصمة دمشق جراء نفاذ المواد الغذائية، هل لك أن تضعنا في أجواء هذه التحذيرات؟ نعم، يعني نحن منذ أكثر يعني من 6 شهور ونحن نوجه نداءات للجمعيات الإغاثية حتى المنظمات، يعني والهلال الأحمر، يعني الصليب الأحمر إلى الآن لم يدخل أحياء حمص القديمة، وأمس النظام يعني استهدف هذه الأحياء بالمواد الكيماوية. يعني هذه المواد تملأ بمادة السارين وأيضا بحمض الكبريت، وهو يتحول إلى رذاذ بتأثير الشحنة المتفجرة ويسبب حروقا للجلد. يعني هذا للأسف لا يعتبر من هذا، يعني هذا النوع لا يعتبر سلاحا كيماويا في التصنيف الدولي، لذلك كتائب الأسد الآن تستعمل هذه المواد في قصف أحياء حمص وخاصة الخالدية وحمص القديمة. نعم، مازن الشامي مراسل شبكة الشام الإخبارية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي أوردتها.